كفايه هذه زحمه نسوي هذا مشكل كورونا تمام يا مدير. اي حد فيكم يجي مستشفى فري، ما في فلوس، كله مجاني. يوم جمعه يوم سبت اي حد يجي علاج فحص كورونا يشيل مستشفى يشيل. انت يغامى مشكل برضو ما في مشكله، حكومه اقول كل شيء فري، ما في اي حد في مشكله يغامى برضو في علاج تمام. هذا اول خطوه يسوي زي كذا، اول خطوه كذا صابعه، بعدها كذا الخطوه الثانيه، شايفين؟ ايوه ايوه مظبوط. خلاص هذا لازم فيرست سكند ثيرد مايكل. Yes. You know we have problem now about coronavirus. Yes. So you have to know the signs and symptoms. Yes. So if there is any high grade fever, cough, and shortness of breath, yes, yes. You are going to report. Yes.